بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، واعصمنا من الفتن أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنشأ الغلط في هذه المواضع من وجوه، أحدهما أن العلم والتصديق مستلزم لجميع موجبات الإيمان. موجبات، فتح الجيم. الله عنك. موجبات الإيمان. الثاني ظن الظان أن ما في القلب لا يتفاضل الناس فيه. الثالث ظن الظان أن ما في القلب من الإيمان المقبول يمكن تخلف القول الظاهر والعمل الظاهر عنه. الرابع ظن الظان أن ليس في القلب إلا التصديق، وأن ليس الظاهر إلا عمل الجوارح، والصواب أن القلب له عمل مع التصديق، والظاهر قول ظاهر وعمل ظاهر، وكلاهما مستلزم للباطن. والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان، فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بين. ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل لهم: العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه، وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن. فبقي النزاع في أن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى الإيمان يدل عليه بالتضمن، أو هو لازم لمسمى الإيمان. والتحقيق أنه تارة يدخل في الاسم وتارة يكون لازما للمسمى بحسب إفراد الاسم واقترانه. فإذا قرن الإيمان بالإسلام كان مسمى الإسلام خارجا عنه، كما في حديث جبريل عليه السلام: وإن كان لازما له وكذا وإن كان لازما له. وكذلك إذا قرن الإيمان بالعمل كما في قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فقد يقال اسم الإيمان لم يدخل فيه العمل وإن كان لازما له، وقد يقال بل دخل فيه وعطف عليه عطف الخاص على العام. وبكل حال فالعمل تحقيق لمسمى الإيمان وتصديق له. ولهذا قال طائفة من العلماء كشيخ أبي إسماعيل الأنصاري وغيره: الإيمان تصديق كله، فالقلب يصدق ما جاءت به الرسل، واللسان مصدق ما في القلب، والعمل يصدق القول كما يقال صدق قوله عمله، كما يقال صدق قوله عمله. صدق عمله قوله، يعني قال اللسان يصدق ما في القلب، والعمل يصدق القول. فالعمل انظر الكلام اللي قبله: اللسان يصدق ما في القلب، والعمل يصدق القول. فيقال ايش؟ صدق عمله قوله، حسب الكلام اللي السابق. بالعكس، يقول بالنسخة الأخرى: صدق عمله قوله. نعم، هو هذه هي توافق الكلام السابق. نعم، يكون يعني كما يقال صدق عمله قوله. نعم، الله عنك. كما يقال صدق عمله قوله، يعني سنتكلم بكلام طيب وعمل عمل طيب، صار العمل يصدق القول. وإذا كان القول كلام
القول حسن والعمل سيء ما صدق. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان. ومنه ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والقلب يتمنى ويشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه، والتصديق يستعمل في الخبر وفي الإرادة، يقال فلان صادق العزم وصادق المحبة، وحملوا حملة صادقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قرر فيما سبق أن الإيمان لا بد فيه من تصديق القلب وعمل مع التصديق والمحبة، والمحبة إذا وجدت في القلب فإنه لا بد أن يوجد العمل، لأن المحبة إرادة والإرادة تطلب العمل، فلا بد من عمل. إذا كان الإنسان صدقا تصديقا تاما فلا بد أن يعمل إذا كان له محبة، أما إذا لم يعمل فإن التصديق غير تام. هذا إذا كانت محبته المحبة لله ورسوله. أما إذا كانت المحبة ليست لله ولرسوله بل محبة للقرابة أو للنسب فإنها لا يعمل الإنسان ولا يتكلم. إذا وجدت المحبة مع التصديق، إذا صدق الإنسان ووجد في قلبه محبة الله ورسوله، لا بد أن ينطق الإنسان بالشهادتين، لا بد أن يتكلم. هذه المحبة تدعو إلى أن يتكلم، فلا يمكن شخص يصدق الله ورسوله ويحب الله ورسوله ولا ينطق بالشهادتين وهو يستطيع. إذا كان صادق في تصديقه لله ولرسوله وصادق في محبته لله ورسوله، لا بد أن ينطق بالشهادتين ولا بد أن تعمل الجوارح. أما إذا كانت المحبة ليست محبة دينية، ليست محبة لله ورسوله، إنما محبة من أجل القرابة أو من أجل النسب، فإنه لا ينطق اللسان ولا تعمل الجوارح، مثل محبة أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن المحبة ليست لله ولكنها محبة للنسب والقرابة، ولهذا لم يقبل الله من هذه المحبة. ولو كان في القلب، لو كانت المحبة عن إيمان لنطق بالشهادتين. وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم مات على الشرك وأبى أن يقول لا إله إلا الله، الذي أوجب نصره للنبي صلى الله عليه وسلم هو حمية النسب، وهذه الحمية هي التي أوجبت امتناعه من الشهادتين، من نطق الشهادتين، بخلاف أبي بكر الصديق، فإنه إن المحبة محبة دينية، محبة الله ورسوله، ولهذا أوجبت العمل وأثبرت العمل، فأخبر الله عنه أنه يؤتي ماله يتزكى، وأنه يبتغي وجه ربه. المؤلف رحمه الله يقول منشأ الغلط في هذه المواضع من وجوه، يعني غلط المرجئة قالوا الإيمان هو مجرد التصديق في القلب ولم يشترطوا محبة، وظنوا أن العمل، أن العلم والتصديق المجرد يلزم منه الإيمان، وهذا خطأ، ما يلزم من التصديق المجرد موجبات الإيمان. ولهذا فإن أبا طالب وأبا لهب وكذلك إبليس وفرعون وغيرهم من الكفرة واليهود مؤمنون، عندهم علم وتصديق، ولم يثبت هذا العلم موجبات العمل بفقد المحبة، محبة لله ورسوله. المؤلف رحمه الله يقول منشأ الغلط في هذا الموضع من وجوه. الوجه الأول أن العلم والتصديق مستلزم لجميع موجبات الإيمان، يعني ظن المرجئة أن العلم والتصديق يستلزم جميع موجبات الإيمان، وهذا خطأ، فإن العلم والتصديق لا يستلزم إلا يوجد في المحبة. الثاني ظن الظان أن ما في القلوب لا يتفضل الناس فيه،
الرجئة يقولون إن التصديق واحد، تصديق أهل الأرض وأهل السماء واحد ولا تفضل الناس فيه، وهذا غلط. إن التصديق يختلف، تصديق الأنبياء، تصديق الرسل، تصديق الصحابة، ليس كتصديق سائر الناس. فما في القلوب يتفاضل، تفاضلوا في التصديق في المحبة والخشية وفي الخوف وفي الرجاء. الغلط الثالث ظن الظان أن ما في القلب من الإيمان المقبول يمكن تخلف القول الظاهر والعمل الظاهر عنه. المرجئة ظنوا أنه إذا وجد الإيمان الصحيح في القلب يتخلف القول والعمل، وهذا غير صحيح. إذا وجد الإيمان المقبول الذي معه المحبة لله ورسوله فلا يمكن أن يتخلف القول، لا بد أن ينطق بالشهادتين ويتكلم بالحق، ولا بد أن يعمل. فإذا تخلف القول والعمل دل على ضعف التصديق الذي في القلب وعدم وضعف المحبة لله ولرسوله. الوجه الثالث وجه الغلط ظن الظان أن ليس في القلب إلا التصديق، وأن ليس الظاهر إلا عمل الجوارح. يعني توهم بعض الناس أنه لا يكون في القلب التصديق، وهذا خطأ، بل يكون مع التصديق عمل. القلب قلب له عمل، محبة وخشية وخوف ورجع وتوكل ورغبة ورهبة. وكذلك الظاهر ليس خاصا بالعمل، بل أيضا يكون القول الظاهر يكون قول ويكون عمل، يكون عمل كالصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الرحم، ويكون قول كنطق الشهادتين والذكر وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. كل هذه الأعمال الظاهرة، كل هذه توجد هذه الأعمال الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة إذا وجد في القلب مع تصديق المحبة. والقول الظاهر والعمل الظاهر كلاهما مستلزم لما في الباطن من التصديق والمحبة لله ولرسوله. يقول المؤلف رحمه الله: والصواب أن القلب له عمل مع التصديق، والظاهر شيئان، قول الظاهر وعمل الظاهر، وكلاهما مستلزم للباطن. والمرجئة أخرج العمل الظاهر عن الإيمان. جميع طوائف المرجئة كما سبق، سواء هم أربع طبقات كما سبق، الجهمية، مرجئة الجهمية، ومرجئة الكرامية، ومرجئة الأشعرية والماتريدية، ومرجئة الفقهاء، كلهم أخرجوا العمل. جميع فرق المرجئة أخرج العمل عن مسمى الإيمان، ولم يدخل العمل في مسمى الإيمان إلا جمهور أهل السنة والجماعة. أما أعمال القلوب، هل يخرجها المرجئة أعمال القلوب من الإيمان؟ سبق أن أكثر فرق المرجئة يدخلون أعمال القلوب، والذين أخرجوا أعمال القلوب من الإيمان سبق أنهم طوائف قليلة: المرجئة، الجهمية، والكرامية، والمريسية، وهم جهمية، واحد الأقوال أبي الحسن الأشعري، وبقية فرق المرجئة يدخلون أعمال القلوب. يقول المؤلف: المرجئة كلهم أخرجوا العمل الظاهر، وأما العمل الباطن فأكثر فرق المرجئة يدخل أعمال القلوب، ومنهم من أخرجه. يقول المؤلف: المرجئة أخرجوا عمل الظاهر، فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بين. من أخرج أعمال القلوب مع أعمال الجوارح، ما الذي يبقى؟ ما يبقى إلا التصديق والعلم، والتصديق والعلم هذا يوجد عند إبليس وعند فرعون وعند اليهود وعند جميع الكفرة، كلهم عندهم علم وتصديق. فإذا أخرج، فمن أخرج عمل القلب مع عمل الجوارح من الإيمان فلا يبقى إلا العلم والتصديق، وهذا ضلال بين. يقول المؤلف يناقش من أخرج العمل الظاهرة المراجع، يقول: من قصد إخراج العمل الظاهر قيل لهم: العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا يفك عنه. إذا وجد في القلب محبة وخوف ورجاء ورغبة لا بد تعمل الجوارح، فإذا لم تعمل الجوارح دل على أنه ليس في القلب عمل. ولهذا قال المؤلف: ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل لهم: العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا يفك عنه، وانتفاء الظاهر دليل على انتفاء الباطن.
إذن العمل عمل القلوب لا بد منها, وعمل القلوب تبعث على عمل الجوارح. فإذا لم توجد أعمال الجوارح دل على انتفاء أعمال القلوب, إذا انتفى العمل الظاهر دل على انتفاء العمل الباطن. إذن لا بد من التصديق ولا بد من أعمال القلوب. فبقي النزاع في العمل الظاهر, هل هو جزء مسمى الإيمان يدخل عليه بالتضمن أو لازم يسمى الإيمان؟ قال المؤلف رحمه الله العمل الظاهر هل هو داخل مسمى الإيمان؟ سبق قلنا أن مذهب السنة والجماعة أن مسمى الإيمان التصديق, وأعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان. المؤلف يقول العمل الظاهر تارة تدخل في مسمى الإيمان وتارة لا تدخل, تارة تكون جزء من مسمى الإيمان وتارة تكون لازم. متى تكون الأعمال داخلة في مسمى الإيمان؟ عند الإطلاق والانفراد. عند الإطلاق والانفراد مثل الإيمان بضع وسبعون شعبة, الإيمان هنا تدخل فيه أعمال القلوب وأعمال الجوارح ما في إشكال. متى تخرج؟ تخرج إذا قرن بغيره, كما إذا قرن الإيمان بالإسلام مثل حديث جبريل, ما الإسلام ما الإيمان, اجتمع الإسلام والإيمان, ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة. خرجت الأعمال الظاهرة من الإيمان لماذا؟ لأنه قرن بالإسلام. كذلك إذا قرن بالعمل مثل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات, ففي هذه الحالة إذا قرن العمل بالإيمان هل تدخل العمل فيه؟ قيل لا يدخل, إذا عطف عليه لا يدخل, وإذا لم يعطف عليه يدخل. وقيل إنه يدخل ويكون عطف العمل عليه من باب عطف الخاص على العام, فيكون ذكر مرتين, مرة في داخل الإيمان, مرة في ذكر مرة في مسمى الإيمان, ومرة وحده كقوله تعالى فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة. جبريل خص من الملائكة وهو من الملائكة, فكذلك العمل خص من الإيمان وهو من الإيمان, مثل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, عطف العمل على الإيمان. قيل إنه إذا عطف عليه لا يدخل, لا يدخل العمل فيه, وقيل يدخل فيكون مذكورا مرتين, مرة بالعموم ومرة بالخصوص. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تحقيقا أنه تارة يدخل في الاسم وتارة يكون لازما للمسمى بحسب إفراد الاسم واقترانه. فإذا قلنا الإيمان بالإسلام كان مسمى الإسلام خارجا عنه كما في حديث جبريل وإن كان لازما له, وكذلك إذا قلنا الإيمان بالعمل كما في قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات, فقد يقال اسم الإيمان لم يدخل فيه العمل وإن كان لازما له, وقد يقال بل دخل فيه وعطف عليه عطف الخاص على العام. يقول المؤلف وبكل حال فالعمل تحقيق لمسمى الإيمان وتصديق له, العمل يحقق الإيمان ويصدقه. فالإنسان الذي صدق مصدق بقلبه ثم يعمل, هذا العمل يقوي هذا التصديق الذي في القلب ويحققه ويصدقه. النفس العمل يصدق ما في القلب, فإذا كان مصدق في قلبه ثم عمل وتكلم صار كلامه وعمله محققا للإيمان ومصدقا محققا للإيمان ومصدقا للإيمان الذي في القلب. يقول المؤلف رحمه الله هذا قال طائفة من العلماء كالشيخ إسماعيل بن الأنصاري وغيره الإيمان كله تصديق أو تصديق كله, كل الإيمان تصديق. كيف ذلك؟ قال القلب يصدق ما جاء في الرسل, واللسان يصدق ما في القلب, والعمل يصدق القول, فرجع الجميع كله تصديق, الإيمان كله تصديق. كيف ذلك؟ القلب يصدق إيش؟ يصدق ما جاء في الرسل, ثم اللسان ينطق فيصدق ما في القلب, ثم العمل في الجوارح يصدق القول, فصار الجميع كله تصديق. كما يقال صدق عمله قوله, صدق عمله قوله. شخص تكلم بالشهادتين وقال أنا مسلم وأنا مؤمن ثم عمل, العمل صدق القول, وإذا لم يعمل يكون العمل كذب القول. إذا الإيمان كله تصديق,
الإيمان كله. ومن هنا يتبين أن الصواب العبارة صدق عمله قوله، صدق عمله قوله، أما العبارة التي قال صدق قوله عمله خطأ، لا تتناسب مع سياق الكلام. الإيمان كله تصديق، فالقلب يصدق ما جاءت به الرسل، واللسان يصدق ما في القلب، والعمل يصدق القلب يصدق القول، كما يقال صدق عمله قوله، فرجع الإيمان كله تصديق. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تصديق في العمل، تصديق العمل. إذن التصديق يكون بالأقوال والأعمال والاعتقادات، فالمؤمن صادق في إيمانه، والمنافق كاذب في إيمانه، يدعي الإيمان وهو كاذب. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون في دعواهم الإيمان، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن الإيمان التصديق والتكذيب يكون للقلب ويكون بالقول، فالإنسان يصدق بالقول ويكذب، والعمل أيضا يصدق ويكذب، توصف الأعمال بالتصديق. ومنه الحديث العينان تزنيان وزنهما النظر، والأذنان تزنيان وزنهما السمع، واليد تزني وزنها البطش، والرجل تزني وزنها المشي، والقلب يتمنى ويشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. إذا في تصديق الجوارح، الفرج له تصديق وتكذيب. يقول المؤلف التصديق يستعمل في الخبر وفي الإرادة. في الخبر إذا أخبرك فلان قال قدم زيد، إن كان قدم صحيح تقول صادق، تقول صدق في خبره، وإن لم يقدم تقول كذب في خبره. وكذلك الإرادة يكون عنده صدق ويكون كذب. إذا كان عنده إرادة ومحبة ثم نفذها وعمل صار صادقا، وإذا لم يعمل لم يكن صادقا، لم يكن صادقا في إرادته. فيقال فلان صادق العزم وصادق المحبة، يعني عنده عزم، محبته صادقة وعزمه صادق. فإذا كان ليس عنده صدق، عنده ضعف في إرادته، يقال فلان ليس صادقا العزم. وحملوا حملة صادقة، حمل الجيش على العدو حملة صادقة. الصدق هذا وصف لأي شيء؟ للعمل. إذا العمل يوصف بالصدق والكذب، والقول يوصف بالصدق والكذب، والاعتقاد يوصف بالقول والكذب. نعم. والسلف اشتد نكيرهم على المرجئة لما أخرجوا العمل من الإيمان، وقالوا إن الإيمان يتماثل الناس فيه، ولا ريب أن قولهم بتساوي، ولا ريب أن قولهم يتساوى إيمان الناس بتساوي. ولا ريب أن قولهم بتساوي إيمان الناس من أفحش الخطأ، بل لا يتساوى الناس لا في التصديق ولا في الحب ولا في الخشية ولا في العلم، بل يتفاضلون من وجوه كثيرة. وأيضا فإخراجهم العمل يشير أنهم أخرجوا أعمال القلوب أيضا، وهذا باطل قطع. فإن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وابغضه وعاداه بقلبه وبدنه فهو كافر قطعا بالضرورة. وإن أدخلوا أعمال القلوب في الإيمان أخطأوا أيضا لامتناع قيام الإيمان بالقلب من غير حركة بدن. وليس المقصود هنا ذكر عمل معين بل من كان مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقلبه، هل يتصور إذا رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وأعداؤه يقاتلونه وهو قادر على أن ينظر إليهم ويحض على نصر الرسول صلى الله عليه وسلم بما لا يضره، هل يمكن مثل هذا في العادة ألا يكون منه إلا أن يكون نعم إلا أن يكون هل يمكن في العادة مثل هل يمكن مثل هذا في العادة إلا أن يكون مش عندك أن لا يكون منه ألا يكون طيب ماشي طيب الله معك.
هل يمكن مثل هذا في العادة ألا يكون منه حركة ما إلى نصر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فمن المعلوم أن هذا ممتنع، فلهذا كان الجهاد المتعين بحسب الإمكان من الإيمان، وكان عدمه دليلا على انتفاء حقيقة الإيمان. بل قد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة نفاق. وفي الحديث دلالة على أنه يكون فيه بعض شعب النفاق مع ما معه من الإيمان. ومنه قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وأيضا فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فهذا يبين أن القلب إذا لم يكن فيه بغض ما يكرهه الله من المنكرات كان عادما للإيمان. والبغض والحب من أعمال القلوب. ومن المعلوم أن إبليس ونحوه يعلمون أن الله عز وجل حرم هذه الأمور ولا يبغضونها، بل يدعون إلى ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول المؤلف رحمه الله إن السلف أنكروا على المرجئة إخراج العمل من الإيمان واشتد نكرهم عليهم. لماذا؟ لأنهم خالفوا النصوص الكتاب والسنة. النصوص دلت على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، مثل ما سبق: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. أدخل الله هذه الأعمال كلها في مسمى الإيمان، بل القلوب وأعمال الجوارح. وفي الحديث السابق: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. وفي هذه وفي عبد القيس: أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعدوا الخبث ما علمتم. هذه النصوص الكتاب والسنة وغيرها كثير أدخلت الأعمال في مسمى الإيمان. فلما أخرجها المرجئة، أخرجوا هذه الأعمال مسمى الإيمان، اشتد نكير السلف عليه لمخالفتهم النصوص. لهذا قال المؤلف رحمه: والسلف اشتد نكيرهم على المرجئة لما أخرجوا العمل من الإيمان. قالوا: العمل مهم من الإيمان، على خلاف بينهم. المرجئة المحضة يقول ليست مطلوبة، مرجئة الفقهاء يقول مطلوبة، ولكن ما نسميها إيمان، نسميها بر، نسميها هدى، نسميها تقوى، ولا نسميها إيمان. والنصوص دلت على تسمية إيمان، السنة يقولون هي بر وتقوى وإيمان. السلف اشتد نكيرهم على المرجئة لما أخذوا الأعمال العمل عن الإيمان، وقالوا إن المرجئة: الإيمان يتماثل الناس فيه. كيف يتماثل الناس فيه؟ يتماثل إيمان الفاسق وإيمان العاصي وإيمان المطيع وإيمان الرسل وإيمان الأنبياء وإيمان الفسقة وإيمان الملائكة واحد. إيمان أهل الأرض وأهل السماء سواء. ولهذا قال الطحاوي في الطحاوي: والمؤمنون كلهم أولياء الله. وكلهم أولياء الله، يعني كل مؤمن حتى ولو كان عاصيا كلهم أولياء الله، لأن الولاية تبع الإيمان. فهم يقولون إيمان أهل السماء وإيمان أهل الأرض واحد، وهذا غلط. كيف يكون إيمان أبي بكر الصديق وإيمان عمر وإيمان عثمان وإيمان علي بن أبي طالب مثل إيمان الفسقة؟ يقول: نعم تصديق، هذا مصدق وهذا مصدق. فإذا قيل لهم أعمال الصديق وعمر لهم أعمال جليلة
جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصدقوا وأنفقوا ودعوا الناس كذا، هذه أعمال ما لا دعوة فيه، ليست من الإيمان. التصديق المهم، التصديق، أبو بكر مصدق وشارب الخمر صدق، إيمانهم سواء، كلهم مصدقون. هذا من أبطل الباطل، هذا من أبطل الباطل، أن يكون إيمان أفسق الناس وإيمان من هو من أعبد الناس سواء. ولهذا استبدل كثير السلف على المرجئة لما أخذوا الأعمال من الإيمان، وقالوا إن الإيمان يتماثل الناس فيه. يقول المؤلف رحمه الله: ولا ريب، يعني لا شك أن قولهم يعني المرجئة بتساوي إيمان الناس من أفحش الخطأ، خطأ فاحش. كيف يتساوى؟ كيف يكون إيمان الصديق وإيمان أبي بكر وعمر وإيمان جبريل وميكائيل مثل إيمان الفاسق السكير العربيد؟ كيف يقول هذا؟ كيف يقال هذا؟ يقول: قولهم هذا من أفحش الخطأ، بل لا يتساوى الناس في التصديق ولا في الحب ولا في الخشية ولا في العلم. الناس يختلفون في التصديق ويختلفون في الحب ويختلفون في الخشية ويختلفون في العلم، بل يتفاضلون من وجوه كثيرة. يقول مالك رحمه الله: وأيضا فيخراجهم، يعني المرجئة، إخراجهم العمل يشعر أنهم أخرجوا أعمال القلوب، وهذا باطل. إخراجهم للعمل، إخراجهم لأعمال القلوب، إخراجهم أعمال القلوب يشعر، إخراجهم لأعمال الجوارح، الأعمال الظاهرة، يشعر أنهم أخرجوا أعمال القلوب، وهذا باطل. يقول هذا باطل قطعا. بيان ذلك: فإن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأبغضه وعاده بقلبه وبدنه فهو كافر قطعا بالضرورة، ولو كان مصدق بقلبه. إذا كان يزعم أنه مصدق بقلبه لكن أبغض الرسول وعاده بقلبه وبدنه وقاتله، هل هذا مؤمن؟ هذا كافر قطعا، ولو كان عنده تصديق. فرعون عنده تصديق قلبه، وإبليس عنده تصديق، لكن ما ينفع تصديق، ما في محبة لله ولا رسوله. تصديق مجرد ما ينفع، تصديق معناه معرفة، يعرف الحق. إبليس يعرف الحق ولا يجهل؟ يعرف الحق. فرعون يعرف الحق أو ما يعرف؟ يعرف. كل الكفر واليهود يعرفون الحق، الذين آتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. لكن معرفة بدون محبة لله ورسوله وبدون عمل، بدون اتباع وانقياد، ما تنفع. ولهذا قال مالك رحمه الله: فإن نصدق الرسول وأبغضه وعاده بقلبه وبدنه فهو كافر قطعا بالضرورة، يعني الإنسان يضطر إلى أن يكفر هذا الشخص. كل مؤمن يكفر الشخص الذي يعادي الرسول صلى الله عليه وسلم ويبغضه ويقاتله. هل هنا يعني هل يتردد الإنسان في تكفيره؟ ما يتردد ولو كان مصدق. يقول المؤلف رحمه: وإن أدخلوا أعمال القلوب في الإيمان أخطأوا أيضا، يعني إذا أخرجوا الجمهور، إذا أخرجوا أعمال القلوب فهذا خطأ واضح، وإن أدخلوا أعمال القلوب وأخرجوا أعمال الجوارح أيضا أخطأوا. لماذا؟ لأنه يمتنع أن يقوم بالإيمان قلب، أن يكون بالإيمان بالقلب وتصديق، والبدن ما يتحرك، لا بد يتحرك البدن. إذا وجد تصديق بالقلب لا بد يتحرك البدن، يتحرك. ما الذي يدفع البدن للحركة؟ التصديق والمحبة الذي في الباطن، التصديق والمحبة، التصديق التام يدفع البدن للحركة، يتحرك، يتكلم بالحق، يعمل بالحق. كيف يكون في القلب تصديق وإيمان ومحبة لله ورسوله ولا يصلي يمتنع عن الصلاة؟ ما يمكن، ما يمكن أن أصلاته ويحب الله ورسوله. ولهذا قال المؤلف رحمه: وإن أدخلوا أعمال القلوب في الإيمان أخطأوا أيضا بامتناع قيام الإيمان بالقلب من غير حركة بدن. وليس المقصود هنا ذكر عمل معين، يقول: بل كان من كان مؤمنا بالله ورسوله بقلبه، هل يتصور إذا رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وأعداؤه يقاتلونه وهو قادر على أن ينظر إليهم ويحض على نصر الرسول بما لا يضره، هل يمكن مثل هذا في العادة إلا أن يكون منه حركة ما إلى نصر الرسول؟ يعني شخص يزعم أنه مؤمن بالله ورسوله بقلبه ثم يرى الرسول يقاتل أعداءه وهو قادر على أن ينصره ولا يتحرك، ما يتحرك لا ببدنه ولا بقوله ولا شيء، ينظر ساكت ويدعي أنه يحب الرسول ويؤمن به ويرى أعدائه يقاتلونه ويستطيع يعينه ولا يتحرك لا باللسان ولا بالبدن، هل يكون هذا مؤمن؟ ما يكون مؤمن. لا بد يوجد من حركة، لا بد يتكلم بلسانه، لا بد يساعد يعمل. يقول المؤلف: فمن المعلوم أن هذا ممتنع، ومن أجل هذا كان الجهاد المتعين بحسب الإمكان من الإيمان، يعني كان الجهاد متعين من الإيمان بحسب الإمكان والقدرة عليه، وكان عدم الإيمان دليلا، وكان عدمه يعني عدم الجهاد دليلا على انتفاء حقيقة الإيمان.
يعني المؤمن حقيقة الذي عنده إيمان كامل لا بد أن يجاهد مع القدرة، فإن لم يقدر يكون عنده نية، نية في الجهاد متى ما تيسر. ولهذا قال ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. لا بد أن يحدث نفسه يكون عنده الجهاد من الإيمان ونهر فيه نصرة للإسلام، نصرة لله ولرسوله والمؤمنين. فإذا لم يجاهد نفسه ولا يحدث نفسه بالغزو فغزو بارد، قلبه بارد ليس عنده حركة، هذا يكون عنده شعبة من النفاق، وهذه الشعبة من النفاق تنقص الإيمان وتضعفه. وفي يقول المؤلف وفي هذا الحديث دلالة على أن أنه يعني القلب يكون فيه بعض شعب النفاق مع ما معه من الإيمان. ومنه الآية الكريمة إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إذن الذين يجاهدون صادقون في إيمانهم، والذين لا يجاهدون غير الصادقين عندهم ضعف إيمان. وما يدل على ذلك الحديث الصحيح حديث أبي سعيد عند مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يقول مالك هذا يبين أن القلب إذا لم يكن فيه بغض وما يكرهه الله من المنكرات كان عادما للإيمان. إذا لم ينكر المنكر بقلبه ولا بقلبه، ما الإنكار بالقلب ما معناه؟ يعني يبغض المنكرات، يبغضها بقلبه ويكرهها ويبتعد عن المكان الذي تعمل فيه. الذي ما عنده بغض للمنكرات يقول ما يكون عادما للإيمان. والبغض والحب من أعمال القلوب ولا من أعمال الجوارح؟ من أعمال القلوب. يقول من المعلوم أن إبليس ونحوه يعلمون أن الله عز وجل حرم هذه الأمور ولا يبغضونها بل يدعون إلى ما حرم الله ورسوله. إبليس وفرعون وغير اليهود يعلمون أن الله حرم المنكرات، أليس كذلك؟ حرم الزنا والسرقة، لكن هل يبغضونها ولا ما يبغضونها؟ ما يبغضونها بل يدعون الناس إليها، فلذلك صار إيمانهم معدوم. نعم. وأيضا فهؤلاء القائلون بقول جهم والصالحي قد صرحوا بأن سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والتكلم بالتثليث وكل كلمة من كلمات الكفر ليس هو كفر في الباطن ولكنه دليل في الظاهر على الكفر. ويجوز مع هذا أن يكون السباب الشاتم في الباطن، أن يكون هذا الساب الشاتم في الباطن. ويجوز مع هذا أن يكون الساب الشاتم في الباطن عارفا بالله موحدا له مؤمنا به، فإذا أقيمت عليهم حجة بنص أو إجماع أن هذا كافر باطنا وظاهرا قالوا هذا يقتضي أن ذلك مستلزم للتكذيب الباطن وأن الإيمان يستلزم عدم ذلك. فيقال لهم معنا أمران معلومان، أحدهما بالاضطرار من الدين، والثاني معلوم بالاضطرار من أنفسنا عند التأمل. أحدهما معلوم بالاضطرار من الدين، والثاني معلوم بالاضطرار من أنفسنا عند التأمل. أما الأول فإنا نعلم أن من سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم طوعا بغير كره، بل من تكلم بكلمات الكفر طائعا غير مكره، ومن استهزا بالله وآياته ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر باطنا وظاهرا. وأن من قال إن مثل هذا قد يكون في الباطن مؤمنا بالله وإنما هو كافر في الظاهر فإنه قال قولا معلوم الفساد بالضرورة من الدين،
وقد ذكر الله تعالى كلمات الكفار في القرآن وحكم بكفرهم واستحقاقهم الوعيد. ولو كانت أقوالهم الكفر الوعيد بها واستحقاقهم الوعيد بها ولو كانت أقوالهم الكفرية بمنزلة شهادة الشهود عليهم أو بمنزلة الإقرار الذي يغلط فيه المقر لم يجعلهم الله عز وجل من أهل الوعيد بالشهادة التي قد تكون صدقا وقد تكون كذبا، بل كان ينبغي ألا يعذبهم إلا بشرط صدق الشهادة. وهذا كقوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وأمثال ذلك. وأما الثاني فالقلب إذا كان معتقدا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله وكان محبا للرسول صلى الله عليه وسلم معظما له امتنع مع هذا أن يلعنه ويسبه، بل لا يتصور ذلك منه إلا مع نوع من الاستخفاف به وبحرمته. فعلم بذلك أن مجرد اعتقاده أنه صادق لا يكون إيمانا إلا مع محبته وتعظيمه بالقلب. نعم، المؤلف يبين أن قول الجهمية قول فاسد من أفسد ما قيل في مسمى الإيمان. الجهمية جهم بن صفوان وكذلك أبو الحسين الصالحي من القدرية يقولون الإيمان هو مجرد العلم الذي في القلب، مجرد التصديق والعلم، فمن علم ربه بقلبه فهو المؤمن. ومتى يكون الكفر؟ الكفر إذا جهل ربه بقلبه. وعلى هذا، على هذا التعريف يكون إبليس مؤمن لأنه علم ربه بقلبه، وفرعون مؤمن واليهود مؤمنون وأبو طالب مؤمن. وعلى هذا إذا علم ربه بقلبه لو يفعل جميع نواقض الإسلام ما يكون ما يكفر. هل هذا أفسد ما قيل وأقبح قول قيل في تعريف الإيمان. ولهذا يقولون وأيضا فهؤلاء القائلون بقول جهم والصالحي قد صرحوا بأن سب الله ورسوله والتكلم بالتثليث وكل كلمة من كلام الكفر ليس هو كفرا في الباطل، صرحوا تصريح جهم وأصحابه. قال إذا صدق علم بقلبه، علم ربه بقلبه، فلو سب الله ورسوله ما يكون كافر في الباطل. وإذا قال بالتثليث قال إن الله ثالث ثلاثة ما يكون كافر. ولو تكلم بكلمة كل كلمة في الكفر لا يكون كافرا في الباطل. وماذا يقول؟ فإذا قلت هذا يتكلم بكلام الكفر قالوا هذا دليل في الظاهر على الكفر الذي في الباطل. ويجوز مع هذا أن يكون هذا الساب الشاتم في الباطن عارفا بالله موحدا له مؤمنا به. هل هذا كلام من يؤمن بالله واليوم الآخر؟ يقول لو تكلم بجميع نواقض الإسلام فعل جميع نواقض الإسلام ما يقدر. إذا عرف ربه بقلبه لو سجد للصنم أو سب الله ورسوله أو استهزأ بالله وبكتاب رسوله يقول هذا ما هو كفر بالباطن. هذه الأعمال دليل على الكفر في الباطن. وقد يكون في الباطن هذا الذي سب الله ورسوله وقال إن الله ثالث ثلاثة قد يكون عارفا بالله موحدا له مؤمنا به. هذا أفسد ما فيه. فإذا يقول وإذا أقيمت عليهم الحجة بنص أو إجماع أن هذا كافر باطنا وظاهرا، إذا أتيت بالدليل من الكتاب والسنة أن هذا الشخص باطل كافر في الباطن والظاهر، قالوا هذا يقتضي أن ذلك مستلزم للتكذيب الباطل. هذا سب الله ورسوله إذا جئت بالأدلة على أنه كافر في الباطل والظاهر قالوا هذا السب دليل على أنه مكذب في الباطل وأن الإيمان استجب على ذلك. المؤلف رحمه الله يقول معنى أمران معلومان، أحدهم معلوم بالاضطراد من الدين والثاني معلوم بالاضطراد من أنفسنا عند التأمل. الأول اللي هو معلوم بالاضطراد من الدين. وش معنى معلوم بالاضطراد من الدين؟ يعني يضطر إليه الإنسان، يضطر إلى إثباته وتصديقه، يضطر اضطرار بحيث لا يستطيع دفعه. العلم ينقسم إلى قسمين، علم ضروري وعلم نظري. العلم الضروري ما هو؟ العلم النظري هو الذي يحتاج إلى تأمل واستدلال.
العلم الضروري هو الذي تصدق به ضرورة ولا تستطيع ينكره، مثل أن تعلم أن الشمس طالعة، هل يستطيع الإنسان ينكر أن الشمس طالعة وهي أمامه أو يضطر إلى إثباتها؟ يضطر. كون الواحد نصف الاثنين، هل في إشكال عند أحد؟ هل يحتاج إلى تأمل ولا كل واحد يدرك أن الواحد نصف الاثنين؟ لكن إذا قيلت طلع لي الثمن من 465 وثلث، هذا يحتاج إلى تأمل وإعمال الذهن، هذا علم نظري. العلم الضروري هو الذي يضطر الإنسان إليه. فالمؤلف يقول نعلم بالضرورة من الدين أن من سب الله، هذا الأول، أن من سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم طوعا باختياره بغير إكراه، بل ومن تكلم بكلمات الكفر طائعا غير مكره، ومن استهزأ بالله وآياته ورسوله، فهذا كافر في الباطن والظاهر. الجهمية يقول لا، هذا كافر في الظاهر لكن ليس كافرا في الباطن. هذا يقول هذا ضرورة، نعلم منين عرفنا الضرورة؟ نعلم من النصوص، من النصوص نعلم ضرورة. الذي يسب الله ورسوله باختياره مهو مكره أو يستهزئ بالله وبآياته ورسله، هذا كافر في الباطن والظاهر. وأن من قال إن مثل هذا يكون في الباطن مؤمنا بالله وإنما هو كافر في الظاهر، فإنه قال قولا معلوم الفساد بالضرورة من الدين. هذا الجهمية يقول هذا كافر في الظاهر لا في الباطن، يقول هذا قول فاسد، بل هو كافر في الباطن والظاهر. والدليل على هذا يقول قد ذكر الله كلمات الكفر في القرآن وحكم بكفرهم واستحقاقهم الوعيد بها، يعني في قوله تعالى قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول ولو كانت أقوالهم الكفرية بمنزلة شهادة الشهود عليهم أو بمنزلة الإقرار الذي يغلط فيه المقر لم يجعلهم الله من أهل الوعيد بالشهادة التي قد تكون صدقا وقد تكون كذبا. يقول لو كانت أقوالهم بمنزلة شهادة الشهود، شهادة الشهود قد يخطئ، الشهود قد يصدقون وقد يخطئون وقد يصيبون، الشاهد الذي يشهد على الإنسان بشيء، وكذلك أيضا الإقرار الذي قد يقر بالحق وقد يقر بغير الحق، لكن هذا قطعا قطعا هؤلاء شهد الله عليهم توعدهم دل على أنهم كفار في الباطن والظاهر، ولو كان يحتمل أنهم غير كفار لما توعدهم الله، بل كان ينبغي ألا يعذبهم إلا بشرط صدق الشهادة. يقول هذا كقوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، كل هؤلاء نجزم بأنهم كفار في الباطن والظاهر لمن قال إن الله ثالث ثلاثة. أما الجهمية يقول لا، كفار في الظاهر. وأما الثاني وهو معلوم بالاضطرار من أنفسنا عند التأمل، نقول نحن نضطر إلى أن القلب إذا كان معتقدا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله وكان محبا للرسول صلى الله عليه وسلم معظما له، امتنع من هذا أن يلعنه ويسبه، يعني بضرورة. كيف يكون محب مصدق للرسول ومحب للرسول عليه الصلاة والسلام وهو يلعنه ويسبه؟ هل يكون هذا مؤمن؟ ما يكون مؤمن. فلا يتصور ذلك منه إلا مع نوع من الاستخفاف به وبحرمته. فعلم بذلك أن مجرد اعتقاد أنه صادق لا يكون إيمانا، مجرد كونه يعلم أنه صادق لا يكون إيمانا إلا مع محبته وتعظيمه بالقلب. نعم. وأيضا فإن الله تعالى قال لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فتبين أن الطاغوت يؤمن به يؤمن به فتبين أن الطاغوت يؤمن به ويكفر به. ومعلوم أن مجرد التصديق بوجوده وما هو عليه من الصفات يشترك فيه المؤمن والكافر، فإن الأصنام والشيطان والسحر يشترك في العلم بحاله المؤمن والكافر. وقد قال الله تعالى في السحر حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، فهؤلاء الذين اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان عليه السلام، ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون.
يعلمون أنه لا خلاق لهم في الآخرة ومع هذا يكفرون. وكذلك المؤمن بالجد والطاغوت إذا كان عالما بما يحصل بالسحر من التفريق بين المرء وزوجه ونحو ذلك من الجبت، وكان عالما بأحوال الشيطان والأصنام وما يحصل بها من الفتنة، لم يكن مؤمنا بها مع العلم بأحوالها. ومعلوم أنه لم يعتقد أحد فيها أنها تخلق الأعيان وأنها تفعل ما تشاء ونحو ذلك من خصائص الربوبية، ولكن كانوا يعتقدون أنه يحصل بعبادتها لهم نوع من المطالب، كما كانت الشياطين تخاطبهم من الأصنام وتخبرهم بأمور، وكما يوجد مثل ذلك في هذه الأزمان في الأصنام التي يعبدها أهل الهند والصين والترك وغيرهم، وكان كفرهم بها الخضوع لها والدعاء والعبادة واتخاذها وسيلة ونحو ذلك، لا مجرد التصديق بما يكون عند ذلك من الآثار، فإن هذا يعلمه العالم من المؤمنين ويصدق بوجوده، لكنه يعلم ما يترتب على ذلك من الضرر في الدنيا والآخرة فيبغضه، والكافر قد يعلم وجود ذلك الضرر لكنه يحمله حب العاجلة على الكفر. نعم، المؤلف رحمه الله يقرر أن كل إنسان يعلم الحق بقلبه ولا يتبعه لا يكفي هذا في إيمانه، بل لا بد أن يعلم الحق ويتبع الحق، يعلم الحق ويعمل به، لا بد أن يعلم الحق ويحب الحق ويعمل به. أما كونه يعلم الحق ولا يحبه ولا يتبعه لا يسمى إيمان. ومن الأدلة على ذلك يقول أيضا، فإن الله سبحانه وتعالى قال: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. من هم؟ اليهود، يؤمنون بالجبت والطاغوت. هل يعلمون الجبت والطاغوت؟ يعلمون الجبت والطاغوت، لكنهم يتبعون الجبت والطاغوت، فكونهم يعلمون ما يكفي في الإيمان، لا بد من الكفر بالجبت والطاغوت، وهم لم يكفروا به بل آمنوا بالجبت والطاغوت، وهم يعلمون أنه جبت وطاغوت. وقال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يقول المؤلف: فتبين أن الطاغوت يؤمن به ويكفر به، بعض الناس يؤمن بالطاغوت وبعض الناس يكفر بالطاغوت، فالذي يؤمن بالطاغوت هؤلاء الكفرة، وهم يعلمون أنه طاغوت، والذي يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هم المؤمنون. يقول المؤلف رحمه: ومعلوم أن مجرد التصديق بوجوده، يعني بوجود الله تعالى وما هو عليه من الصفات، يشترك فيه المؤمن والكافر. فالكافر يؤمن بوجود الله، والمؤمن يؤمن بوجود الله، والكافر قد يؤمن بصفات الله، والمؤمن بصفات الله، لكن الفرق: المؤمن يعمل يوحد الله، عنده محبة لله ورسوله ويوحد الله ويعبد، والكافر ليس عنده محبة لله ورسوله ولا عمل. يقول: فإن الأصنام والشياطين والسحر يشترك في العلم بحاله المؤمن والكافر، وقد قال الله تعالى في السحر: حتى يقول إذا ما نحن فتنة فلا تكفر، يتعلمون هنا ما يفرقون به بين المرء وزوجه، إلى قوله: ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق. الأصنام والشيطان والسحر يعلمها المؤمن والكافر، المؤمن يعلم من هذه الأصنام والكافر يعلم من هذه الأصنام، والمؤمن يعلم من هذا الشيطان والكافر يعلم من هذا الشيطان، والمؤمن يعلم من هذا السحر والكافر يعلم أنه سحر، كلهم يعلمون. لكن من هو المؤمن؟ المؤمن هو الذي يكفر بالأصنام والشيطان والسحر، والكافر هو الذي يؤمن بها. ولهذا ذكر الله عن الملكين أنهم يعلمان، قال: حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. إذا الملكان اللذان أنزلا إلى الأرض، إذا جاء أحد يتعلم السحر ماذا يقول له؟ إنما نحن فتنة فلا تكفر، لا تكفر بتعلم السحر، فهم يعلمون أنه كفر، ومع ذلك يعلمون الناس، إذا ما كفروا بالسحر. إلى قوله: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، الضمير اليهود. إذن علم اليهود أن من اشتراه السحر، اشتراه يعني اعتاضه، معنى الاشتراء شراء الاعتياض، يعني اعتاضوا عن القرآن بالسحر، علموا أنه ليس له في الآخرة من خلاق يعني من نصيب، ومع ذلك اشتروا السحر ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، يعلمون أنه لا خلق لهم في الآخرة، ومع هذا فهم يكفرون. إذن لا يكفي العلم، فقول الجهمية إن العلم الذي بالقلب يكفي في الإيمان هذا من أبطل الباطل، لا
فاليهود يعلمون والسحرة يعلمون ومع ذلك لا يتبعون, لا يعملون ولا يتبعون. لا بد من العلم مع المحبة لله ورسوله والكفر بالطاغوت والإيمان بالله. وكذلك المؤمن بالجبس والطاغوت يقول إذا كان عالما بما يحصل بالسحر من التفريق بين المرء وزوجه ونحو ذلك من الجبس, وكان عالما بأحوال الشياطين والأصنام وما يحصل بها من الفتنة, لم يكن مؤمنا بها مع العلم بأحوالها. يعني الذي يؤمن بالجبس والطاغوت يعلم يكون عالما بما يحصل بالسحر من التفريق, وكان عالما بأحوال الشياطين والأصنام وما يحصل بها من الفتنة, لم يكن مؤمنا بها مع العلم بأحوالها حتى يكفر بها. ومعلوم أنه لم يعتقد أحد فيها أنها تخلق الأعيان, يعني السحرة وبسحرهم أنهم لا يخلقون الأعيان وأنها تفعل ما تشاء ونحو ذلك من خصائص الربوبية, ولكن كانوا يعتقدون أنه يحصل بعبادتها نوع من المطالب, يعبدونها لأنهم يعتقدون أنه يحصل بعبادتها نوع من المطالب, كما كانت الشياطين تخاطبهم من الأصنام وهم يعبدون الأصنام تقضي لهم بعض الحوائج وتخبرهم بأمور. وكما يوجد مثل هذا يقول في الأصنام التي يعبدها أهل الهند والصيني والترك, وكان كفرهم بها في الخضوع لها والدعاء والعبادة واتخاذها وسيلة ونحو ذلك لا مجرد التصديق كما يقوله المرجئة. إذن كفر هؤلاء بأي شيء في الخضوع في هذه الأصنام والشياطين ودعائها من دون الله وعبادتها واتخاذها وسيلة لا بمجرد زوال التصديق كما يقوله المرجئة. يقولون الإيمان هو التصديق والكفر هو زوال التصديق, وهذا باطل. لا مجرد التصديق بما يكون ذلك من الآثار, يقول فإن هذا يعلمه العالم من المؤمنين ويصدق بوجوده, لكنه يعلم ما يترتب على ذلك من الضرر في الدنيا والآخرة فيبغضه. والكافر قد يعلم وجود ذلك الضرر لكنه يحمل حب العادل على الكفر. إذن كل من المؤمن والكافر يعلمون ما عليه السحرة من الكفر, ومع ذلك فالمؤمن يعلم هذا ويبغضه, والكافر يعلم وجود الضرر ولكنه يحمل حب العادل على الكفر فيكفر وهو يعلم. فدل على أن الإيمان ليس هو مجرد التصديق, بل لا بد من المحبة لله ورسوله والمتابعة لله ورسوله. وأما مجرد التصديق مع بغض الله ورسوله والمعاداة فإنه لا يكون مؤمنا ولو كان في قلبه التصديق والإيمان. يبين ذلك قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان, ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم, ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون, لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. فقد ذكر تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه وذكر وعيده في الآخرة, ثم قال تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة, وبين تعالى أن الوعيد استحقوه بهذا. ومعلوم أن باب التصديق والتكذيب والعلم والجهل ليس هو من باب الحب والبغض, وهؤلاء يقولون إنما استحقوا الوعيد لزوال التصديق والإيمان من قلوبهم, وإن كان ذلك قد يكون سببه حب الدنيا على الآخرة, فالله تعالى جعل استحباب الدنيا على الآخرة هو الأصل الموجب للخسران. واستحباب الدنيا على الآخرة قد يكون مع العلم والتصديق بأن الكفر يضر في الآخرة وبأنه ما له في الآخرة من خلاق, وأيضا فإنه سبحانه وتعالى استثنى المكره من الكفار, ولو كان الكفر لا يكون إلا بتكذيب القلب وجهله لم يستثن منه المكره, لأن الإكراه على ذلك ممتنع, فعلم أن التكلم بالكفر كفر إلا في حال الإكراه.
وقوله تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا أي لاستحباب الدنيا على الآخرة. ومن قوله صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. والآية نزلت في عمار بن ياسر وبلال بن رباح رضي الله عنهما وأمثالهما من المؤمنين المستضعفين لما أكرههم المشركون على سب النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من كلمات الكفر. فمنهم من أجاب بلسانه كعمار رضي الله عنه ومنهم من صبر على المحنة كبلال رضي الله عنه ولم يكره واحد منهم على خلاف ما في ولم يكره أحد منهم طيب واحد منهم الله ولم يكره واحد منهم على خلاف ما في قلبه بل أكرهوا على التكلم به. فمن تكلم به بدون الإكراه لم يتكلم به إلا وصدره منشرح به. وأيضا فقد جاء نفر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نشهد إنك رسول الله ولم يكونوا مسلمين بذلك لأنهم قالوا ذلك على سبيل الإخبار عنا في أنفسهم أي نعلم ونجزم أنك رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم فلما لا تتبعوني قالوا نخاف من يهود. فعلم أن مجرد العلم والإخبار عنه ليس بإيمان حتى يتكلم بالإيمان على وجه الإنشاء المتضمن للالتزام والانقياد مع تضمن ذلك للإخبار عما في أنفسهم. فالمنافقون قالوا مخبرين كاذبين فكانوا كفارا في الباطن. وهؤلاء قالوها غير ملتزمين ولا منقادين فكانوا كفارا في الظاهر والباطن. وكذلك أبو طالب قد استفاض عنه أنه كان يعلم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأن وانشد عنه ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لكن امتنع من الإقرار بالتوحيد والنبوة حبا لدين سلفه وكراهة أن يعيره قومه. فلما لم يقترن بعلمه الباطن الحب والانقياد الذي يمنع ما يضاد ذلك من حب الباطل وكراهة الحق لم يكن مؤمنا. وأما إبليس وفرعون واليهود ونحوهم فما قام بأنفسهم من الكفر وإرادة العلو والحسد ممن منع من حب الله وعبادة القلب له الذي لا يتم الإيمان إلا به وصار في القلب من كراهة رضوان الله واتباع ما أسخطه ما كان كفرا لا ينفع من معه العلم. نعم المؤلف رحمه الله يرد على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد التصديق في القلب وأنه إذا وجد التصديق وجد الإيمان وإذا زال التصديق وجد الكفر. يرد عليهم بالآية آية النحل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إلى قوله ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. يقول فقد ذكر تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه وذكر وعيده في الآخرة ثم قال ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. إذن الوعيد هل هو على زوال التصديق أو الوعيد على الحب والبغض؟ قال توعد بين سبحانه وتعالى بين أن الوعيد استحقوه بهذا يعني بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. ومعلوم يقول أن باب التصديق والتكذيب والعلم والجهل ليس من باب الحب والبغض. إذن هؤلاء استحقوا الوعيد إنما استحقوا الوعيد لأي شيء لعمل القلب استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة والحب ليس هو التصديق. وهؤلاء يعني المرجئة وهؤلاء يقولون عن المرجئة الجهمية إنما استحقوا الوعيد لزوال التصديق والإيمان في قلوبهم. والله تعالى توعدهم بأي شيء هل بزوال التصديق ولا بوجود محبة الدنيا وإيثارها ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. ولذلك
والمرجئة يقولون استحق الوعيد لزوال التصديق ولو كان وإن كان قد يكون سببه حب الدنيا على الآخرة، والله سبحانه جعل استحباب الدنيا على الآخرة هو الأصل الموجب للخسران. إذن الأصل الموجب للخسران ما هو؟ ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، واستحباب الدنيا على الآخرة قد يكون معه تصديق وقد لا يكون معه تصديق، قد يستحب الدنيا على الآخرة ويكون معه علم تصديق وقد لا يكون معه علم تصديق. إذن مناط الوعيد ما هو؟ هل هو زوال التصديق كما يقول المرجئة أو استحباب الدنيا على الآخرة؟ استحباب الدنيا على الآخرة. وأيضا الله تعالى استثنى المكره، قال إلا من أكره، من تكلم بكلمة الكفر فهو كافر إلا المكره، استثنى المكره من الكفار. ولو كان الكفر إنما هو يكون بتكذيب القلب وتصديقه ما يحتاج إكراه، ما في إكراه، الإنسان يكره على التكذيب والتصديق ما يكره، ما يكره على أي شيء، يكره على الكلام الذي يتكلم به لسانه. والمرجئة يقولون لا، إذا كذب فهو كافر، وإذا صدق فهو مؤمن. التكذيب والتصديق هل يكون فيه إكراه؟ ما يكون فيه إكراه، إذا الإكراه إنما يكون على قول اللسان. ولهذا يقول المؤلف وأيضا فإنه سبحانه استثنى المكره من الكفار، ولو كان الكفر لا يكون إلا بتكذيب القلب وجهله لم يستثنى منه المكره، لأن الإكراه على ذلك ممتنع، ممتنع أحد يكرهك على التصديق والتكذيب. فعلم أن التكلم بالكفر كفر إلا في حال الإكراه. وأيضا من أجل قوله تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا، أي لاستحبابه الدنيا على الآخرة، فدل على أن كفره باستحباب انشراح صدره بالكفر. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، هذا يبيع دينه بعرض من الدنيا، هذا إيه؟ إذن فيه استحباب، استحباب الكفر على الدين. ويقول المؤلف الآية نزلت في عمار بن ياسر وبلال بن رباح وأمثلهما من أي آية؟ آية النحل، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بها، نزلت في عمار وبلال لما أكرههم المشركون على سب النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من كلمة الكفر، فمنهم من أجاب بلسانه كعمار، ومنهم من صبر على المحنة كبلال. هل أكرهوا على التكذيب والتصديق أو أكرهوا على التكلم باللسان؟ التكلم بكلمة الكفر. فمنهم أجاب بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان وهو بلال ولا يضره، ومنهم من صبر على التعذيب ولم يتكلم بكلمة الكفر، ومنهم من صبر على المحنة ولم يكره أحد منهم على خلاف ما في قلبه، بل أكرهوا على التكلم، فمن تكلم بدون الإكراه لم يتكلم إلا وصدره منشرح به. وأيضا ومن الأدلة أيضا أنه جاء نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن نشهد إنك لرسول الله ولم يكونوا مسلمين، صدقوا، لأنهم قالوا ذلك على سبيل الإخبار لا على سبيل الالتزام بالدين، قالوا نعلم ونجم أنك رسول الله. ثم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما لا تتبعوني؟ قالوا نخاف من اليهود. إذن ما يكفي كونهم قالوا نشهد أنك رسول الله وهم لا يتبعونه، إذن لابد من الاتباع، والاتباع لابد فيه من المحبة لله ورسوله. يقول فعلم أن مجرد العلم والإخبار ليس بإيمان، حتى يتكلم بالإيمان على وجه الإنشاء المتضمن للالتزام والانقياد، يعني لا بد أن يتكلم كلام يلتزم معه بمحبة الله ورسوله، يلتزم معه بالعمل مع تضمن ذلك الإخبار. ما يكفي أنه يخبر عما في نفسه، بل يخبر خبر إنشاء، وهذا الإنشاء يلزم منه الاتباع والانقياد. فيقول فالمنافقون قالوا مخبرين عما فيهم، قالوا مخبرين لكنهم كذبة، فكانوا كفارا في الباطل وإن كانوا مسلمين في الظاهر. قال الله عن المنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وقال بعدها ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، ثم قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وهم يقولون مؤمنون. إذن الكفار المنافقون صدقوا بألسنتهم، آمنوا بألسنتهم، وقلوبهم مكذبة، فكانوا كفارا في الباطن مسلمون في الظاهر. وهؤلاء الضبير يعود الإشارة تعود إلى شيء، وهؤلاء يعني اليهود قالوها، يعني قالوا نشهد إنك لرسول الله، قالوها غير ملتزمين ولا منقادين، فكانوا كفارا في الظاهر والباطن. إذن المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله وقلوبهم مكذبة، فصاروا مؤمنين في الظاهر كفار في الباطن. واليهود قالوا نشهد إنك لرسول الله فكانوا وغير مؤمنين ولا منقادين، فكانوا كفارا في الباطن والظاهر. وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم
يقول المؤلف استفاض عنه أنه يعلم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لكن امتنع من الإقرار بالتوحيد والنبوة. لماذا؟ حبا لدين سلف المشركين، دين جده أبي طالب، وكراهة أن يعيره قومه. وهو قال في قصيدة: لولا أن تجر على أشياخنا سبة لأقرأت بها عينك. إذن خشي، إذن كان مستكبرا عن عباده الله واتباع رسوله، ما خشي أن يعير بأنه ترك دين قومه. فلما لم يقترن بعلمه الباطن الحب والانقياد الذي يمنع ما يضاده من حب الباطل وكراهة الحق لم يكن مؤمنا. إذن هو أبو طالب عالم ومصدق، لكن ما عنده حب والانقياد، ولذلك لم يكن عنده حب وانقياد، ما امتنع حبه للباطل وكراهة الحق، فكان محبا لدين سلف عبادة الأصنام والأوثان. طيب، وأما إبليس وفرعون واليهود، يقول ما الذي منعهم من الإيمان وهم مصدقون؟ يقول ما قام بأنفسهم من الكفر وإرادة العلو والحسد منع من حب الله وعبادة القلب له. إذن اليهود وإبليس وفرعون عندهم تصديق، لكن ما عندهم محبة لله ورسوله، بل عندهم ضد المحبة، قام بقلوبهم العلو والحسد الذي منع من حب الله وعبادة القلب الذي لا يتم الإيمان إلا به، وصار في القلب من كراهية رضوان الله واتباع ما أسقطه ما كان كفرا لا ينفع معه العلم. إذن عندهم علم إبليس وفرعون واليهود، عندهم علم لكن ما عندهم حب الله ورسوله، بل عندهم الضد، عندهم البغض لله ولرسوله، فصار بغضهم وكراهيتهم واتباع ما أسقط الله كان هذا الكفر لا ينفع معه العلم، صار العلم الذي في القلب والتصديق باطل لا قيمة له. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله.